ونحن هون فريق منظمة الحب. مرحبا واضح، أنا رانيا شامية، مهندسة زراعية، ماجستير بتربية النحل ومربية نحل. هلا أنا شغلي هو عبارة عن تربية نحل، إنتاج منتجات النحل. بدرب من قبل ما أنا أتخرج حتى وصير مربية نحل، بدرب متلازمة داون على عمل إنساني، بعمل إنه يقدروا يشتغلوا مع الناس أكثر، يتفاعلوا مع الناس أكثر، بدربهم يطلعوا على المسارح يعملوا عروض رياضية. بعد ما أنا تخرجت بلشت إني أنا ضمن مجال عملي إني أنا أدربهم وعلمهم كيف أنا متعلمة مجال تربية النحل، مشاركة بالمعارض، دخلتهم بمجال عملي. شو استنى؟ شو كمان؟ نحلة شو؟ جزء منهم طلع معي على المنحلة، يعني علمتهم مثلهم مثل أي شخص كيف بيمسكوا برواز النحل، كيف بيتعاملوا مع النحل بطريقة هادية، كيف يتم إنتاج العسل بداخل المنحلة. كيف يتعاملوا مع الزبائن، يعني هن مثلهم مثل اي حدا يعني، وهن صاروا موظفين اساسيين بالشركه، يعني انا ما فيني استغني عنهم، فاكيد انا بعتمد عليهم. مروى شتا، اي شو بتشتغلي هون؟ بالشغل عسل شاميه. دائماً مصرة على فكرة الاستمرار بالتدريب هو ردة فعلهم الإيجابية، وردة فعلهم انه هن كثير سعيدين وكثير فخورين بحالهم، هن حاسين انه هن عم يعملوا شيء، يعني كل واحد فيهم عم يجي كل يوم على الشغل مبسوط بده يشتغل وما عم يتاخر حتى عن شغله. انا اسمي روان، انا بشتغل بالعسل الشاميه، حمضيات، زبري، مكسرات، شوقيات، ساعده. وهن دائما بيقولوا لي نحن فخورين بحالنا ولا تتركينا، وبدهم يضلوا يشتغلوا وهلا عم بيحققوا عائد مادي، فخلص يعني عم يشتغلوا مثلهم مثل اي حدا. كثير مبسوطه، انا كثير مبسوطه كثير، وبحب كثير العسل الشاميه، وبحب كمان رفقاتي، كثير بحبهم كثير كثير كثير. انا فخوره كثير بالنتيجه اللي انا وصلت لها، وسعيده كثير باللي انا وصلت له، وانا رح ضيف لسه اشخاص دربهم من متلازمه الداون، حابه انه المشروع يكون اكبر من هيك لاقدر اني انا خلي متلازمه الداون فئه منتجه وليست فئه مهمشه، فئه قدرانه تشتغل، فئه قدرانه تتعلم، قدرانه تتطور. انا بحب اشتغل هون بالمعرض وكل شيء، انا من زمان انا مشارك بالمعرض وانواع عسل ونحن هون فريق منظمة الحب. أنا عم بسعى يكون في دعم إنه يكون في عنا محل، إذا ما كان في عنا محل أنا رح أسعى قد ما بقدر إنه يكون أنا عندي محل، وإنه هنن يكونوا موظفين ثابتين ويكون عندهم عائد ثابت، عائد مادي لإلهم، يقدروا يعيلوا حالهم، يعيلوا أهلهم، أنا هذا الشيء اللي عم بشتغل عليه وأسعى له، ودربهم أكثر بمجال تربية النحل، يعني في قسم لسه ما راح معي على المنحلة، حابة أطورهم أكثر بهذا المجال، يكونوا مثلي مثلهم، مربين نحل. شو بيعطيهم الشعر؟ بتلوي الشعر. هيك الشعر؟ بس هيك الشعر. باي باي. Thank you.